لما الناس اقترأت على الحكام العادلين في الاول جالهم واحد قال لهم ايه عشان اعدل وابقى عادل زي الاولاني وتقتلوني. طب والله اهي سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد قام له قال له اتق الله يا عمر, فواحد قال له ايه, قال له ايه حق تقول لامير المؤمنين اتق الله, فقال لا خير فيكم ان لم تقولوها, لا خير فينا ان لم ايه نسمعها. خلاص ده عمر بن الخطاب. عبد الملك بن مروان وهو من املك ملوك بني اميه, بل هو المؤسس الحقيقي لدوله الامويين, قال ايه من قال لي اتق الله قتلته. خلاص الكلام خلص, الكلام ده عند ماما ما تقولش يا خلاص. عمر بن الخطاب هناك اتفضل اللي هو ايه, لانه ايه قال لك ايه من تعاتوا تقولوا عثمان بن العفان اتقوا الله لغايه انتوا كانش تقي الله اتقي الله, ده انتوا كنتوا ايه وقتلتوه فعلا. فهو اتقي الله انتوا توصلتوا بيها ايه للقيام على الحكام العادلين وقتلتوهم, فاحنا ايه احنا هنجيب الموضوع من الاول قبل ما نوصل للمرحله دي احنا هنقتلكم من الاول خلاص. فالموضوع اتقلب. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان هؤلاء الحكام طغوا على الافراد والطبقه الوسيطه, فالحاكم بيه يطغى على العلماء ويطغى على الامر المعروف والنهي عن المنكر. بدا هو بيطغى بقى لان هم عملوا طغيان في الامر المعروف والنهي عن المنكر على طبقه الافراد والجماعات الوسيطه, عملت الحاكم راح الحاكم ايه بص العكس بقى. عبد الملك من ورا يقول لهم ان قال لي اتق الله قتلته. الحجاج بن يوسف مره هو قاعد في السوق جنبه فسمع الناس بتقول ايه الله اكبر الله اكبر, طب الله اكبر ما دي حلوه الناس بتسبح وبتاع, راح طلع لهم طلعوا في الصلاه وجاب الحرس وقال لهم اجمعوا لي الناس لغير صلاه, قال لهم تتلموا الامير عايزكم في الجامع, قال ما جامع, قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله, الله اكبر دي بتاعه المظاهرات هاتهم للعيال دي هاتهم للعيال. هو فاهم وده فعلا حقيقي فعلا, قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله, والله لو فعلتم كذا 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 حل دمكم, اي حد يعمل الحركه دي تاني هقتله. ايه عم الكلام ده يعني مش هنقدر نقول الله اكبر؟ لا مش هنقدر تقول الله اكبر خلاص. الحجاج بن يوسف قال لهم كده في المسجد, قال لهم من قلت لا اخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب حل دمه. ايه ده ما انتوا خلاص, ما انت الاولاني قلت له اتق الله قتلته, ده قال لك ايه لا انا زياد بن ابي زي الحجاج وحكم البصره والكوفه برضه, قال ايه زي الحجاج كان اعلم الطوار قانون يعني اللي هو حاله استثنائيه يعني قصدي يعني. قال لهم ايه, قال لهم اني انهاكم عن الجماعات والزرافات, محدش يمشي في مجموعات, ونهاهم عن الدلج, محدش يمشي بعد العشاء, محدش يمشي بالليل. صلي العشاء صليت العشاء تروح مراتك تنام وخلاص تصحى تشوف اولادك, مفيش حد يمشي بعد العشاء, اي حد يتشاف بعد العشاء عامل فيه ايه هيقتله. فزياد بن ابي قال لهم كده, جابوا له واحد ماشي بعد العشاء جاله قال له الم تسمع ان الامير قد نهى عن يعني دلج الليل او كذا بتاع, قال له اعز الله الامير كنت في الباديه, انا والله لسه جاي من انا كنت انت قلت في قانون نزل جديد منشور الاهرام نزلته والاخبار, لا انا ما اعرفش ده ايه انا كنت في الباديه. قال له والله ما اراك الا صادق يعني فعلا شكلك ما سمعتش بخبر, ولكن في قتلك مصلحه للمسلمين يعني يسمعوا ان انا قلت كلام ورجعت في كلام عيل انا حجاج بن يوسف كان يقول ان اقسمت ان اقتل رجل قتلته. فالناس قالوا له طب خلاص كفر عن يمينك وما تقتلوش, قال لا يعني اقتله ولا اكفر يمين. اسهل اقتله اسهل ليه ما ليه ثلاث صيام ثلاث ايام في الحر ده, لا اقتله اسهل.